اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5. مستنيه كل تليفوناتكم على 236، الاس ام اس على 92173، والخط الارضي على 0900936، والخط الدولي هينزل معاكم على الشاشه، مش قادره احفظه برضو. طيب في تقسيمه 2019 الجديده عندنا السبت تحضيرات الاسبوع، الحد بنتكلم دايما على اساسيات المطبخ، وبعد كده يوم الاثنين انا قلت 16 بجد، في عايزه الغي في 3 سنين عايزه الغيهم باي طريقه، بحاول اهرب منه 2019، معلش هي كلها سنين ربنا. يوم الاثنين بيكون عن النباتيين او الفيجيتيريان او الفيجن، وبكره هنقول لكم ايه الفرق ما بينهم. الثلاث للاطفال، الاربع بواقي الاسبوع او موسميات، الخميس اتيكيت ومعاه بالتناوب ما بين اللايت والحلويات، والحلويات مش لايت خالص. الجمعه بيست اوف، فكل يوم ان شاء الله من الحد للاربع بعد الحلقه تخشوا على الصفحه بتاعه البرنامج على الفيسبوك، هتلاقوا البوست، تنقوا احسن وصفه او اكتر وصفه عجبتكم. طيب بما اننا النهارده بنتكلم في الاساسيات، فاحنا هنعمل سبانخ، هنعمل رز محمر، وهنعمل سد الحنك، من اكتر الحاجات الاساسيه في كل البيوت المصريه زمان، واكتر الحاجات اللي بتدفي وتدي طاقه في الشتاء خاصه في الايام الصعبه دي، وهي مش مكلفه قوي، واللي معاكم على الشاشه دي السبانخ. طيب علشان نعرف ازاي الزبده اللي بنجيبها من السوق، جالي السؤال ده كتير جدا، ازاي يا اميره نعرف ان الزبده اللي احنا بنشتريها زبده كويسه مش مغشوشه؟ طيب هتجيبوا الاول طبعا اقل كميه ممكنه من النوع اللي انتوا عايزين تستخدموه علشان نعمل له التست. هنعمل التست ازاي؟ هنحط مكعبات الزبده في طاسه على النار، لو اول ما وصلت الطاسه السخنه بدات تسيح وبدات تغير لونها للون الذهبي الفاتح في الذهبي الغامق في البني في كذا كذا كذا، يبقى الزبده دي كويسه. لو بدات تفرش في الطاسه بصعوبه ولونها ما بقاش بيتحول للون الذهبي بسهوله، لا بيروح للون الاصفر والابيض الفاتح، يبقى اقل في الكفاءه او اقل في الجوده. طيب بالنسبه للكوكونت اويل او زبده الفول الجوز الهند او زيت الجوز الهند، دايما برضو بيجي لي الاسئله دي، لو زيت جوز الهند حطيناه في الثلاجه وطلعناه زي ما هو سائل يبقى كفاءته قليله، لو دخل اتحول لزبده جمد باللون الابيض مش باللون الاصفر يبقى كفاءته عاليه. طيب السبانخ ازاي ان احنا نحافظ عليها وازاي ان احنا نشيلها في الفريزر؟ قدامنا حل من الثلاثه، وكالعادة هقول لكم أكتر حل أنا بلجأ له. الأول إنه طبعا بعد ما نغسل السبانخ ونقطعها، ولازم نستفيد بشوية جذور منها، ما نتاخدش الورق بس، يا إما هنسلقها في مية ونطلعها، يا إما هنسلقها في حمام مائي، أو يعني هنعمل لها سوتيه في حمام مائي، يا إما هنعمل لها سوتيه بمعلقة زيت أو معلقة زبدة في طاسة. أنا بفضل إيه أكتر؟ أنا أكتر طريقة بفضلها هي الطاسة. ليه؟ لأنها بتحافظ على ميتها جواها، لأن بنزلها على نار عالية على كذا مرحلة، وبحافظ على طعمها وميتها وفايدتها جواها. السلق أقل طريقة، يعني السلق أقل طريقة ممكن نستخدمها عشان ما نهدرش من القيمة الغذائية بتاعة السبانخ، وطريقة طبعا المصفى جوه حلة فيها مية سخنة مش واصلة للمصفى، دي أكتر طريقة ممكنة بعد التشويح. طيب السبانخ لو اتغطت وهي بتتشوح او هي بتتسلق او هي بتتعمل على البخار او هي بتستوي، حتى لما هنيجي نسويها دلوقتي بالطماطم بتتحول للون الاسود، فيفضل ان احنا نفضل فاتحين عليها الحلة. الملحوظة الاخيرة قبل ما نطلع فاصل، انكم اي حاجة خضراء سواء كانت سبانخ او ملوخية او غيره، عايزين تحافظوا على خضرها وانتوا بتستخدموها، استخدموا لها نص معلقة شاي، نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم او البيكربونات، كلهم منتج واحد، ده بيحافظ على الخضار بتاعها كويس جدا. وهتلاقوه البيكنج صودا موجود في السوبر ماركت وموجود كمان عند العطارين. فهنبدأ بقى حلقة النهاردة، حلقة النهاردة مخصصة عن المبادئ او البنات اللي لسه بيبداوا طبيخ، فهنعمل مع بعض السبانخ، هنعمل الرز المحمر، وهنعمل سد الحنك. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف وصفاتنا، استنونا.
اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب تعالوا نبدا بالسبانخ، وبما اننا عاملين حلقه للمبتدئات فهنسلق اللحمه مع بعض للاحتياط لو حد ما بيعرفش يسلق اللحمه، او بسمع كتير جدا على الجروبات بتاعه البنات انه بتطلع طعمها مش قد كده، بتشد، بتاخد وقت طويل في السوى، والحاجات اللي بنسمعها دي للبنات الجداد. فعشان نسلق اللحمه احنا محتاجين اي نوع لحمه باي قطعيه، جواها عظم مش جواها عظم براحتكم تماما. وبعدين محتاجه روزماري وزعتر، كرفس، بصل وجزر، ملح وفلفل، وانا بستخدم دايما في الميه بتاعه السلق الفلفل الحصى عشان الشوربه ما تغمقش، لكن لو ما عندكوش وهتستخدموا فلفل اسود مطحون مفيش مشكله، مستكه، حبهان، ولورا. طيب في ناس كتير جدا بتخاف تحط الملح في الاول عشان اللحمه ما تشدش، فده بيعمل مشكله تانية للبنات انه بينسوا الملح فتطلع اللحمه مش مملحه. اللي بيخاف ينسى يحط الملح من الاول ويحط معاه معلقه سكر، معلقه السكر هتعادل الدنيا وهتخلي اللحمه تستوي بسرعه. لو اللحمه عندكم ما بتستويش بسرعه او ريحتها وحشه او بتطلع ريم كتير يبقى نوعيه اللحمه وحشه، هنغير الجزار اللي احنا بنجيب منه لان ده المرعى بتاعه اللحمه مش كويسه. لو اللحمه اخذت مني وقت في السوى هطفي عليها نص ساعه وبعدين ارجع اشغل النار عليها تاني هتستوي بسرعه. نص معلقه بيكربوناته تساعد اللحمه ان هي تستوي بسرعه. في كمان حله الضغط او الحله البريستو ايا كان ماركتها ايه، من الحاجات الهايله جدا للناس المستعجله، للناس اللي وقتها ضيق طول الوقت، بتسعف في الوقت جامد جدا. خلاص، فاول حاجه هنعملها ان احنا نسلق اللحمه. طيب اللحمه اما اجي اسلقها ميه سخنه ولا ميه ساقعه؟ طيب لو انا متاكده ان لحمتي كويسه والمرعى بتاعها كويس هستخدم ميه سخنه وده هينجز معايا في الوقت جامد جدا. لو انا مش واثقه يبقى هحط الميه ساقعه علشان اطلع الريم كله على الوش، اسحبه من على الوش كله، اشيله وبعدين ابتدي استخدم اللحمه بتاعتي، فيبقى كده انا تخلصت من الزفاره اللي جوه اللحمه. حاجة تانية بتخلصني من الزفارة وتدي طعم حلو جدا وتقلل في مدة السوى أو السلق بتاع اللحمة إن أنا أشوحها الأول بالأعشاب والبهارات. فبعمل إيه؟ أنا مسخنة هنا الحلة كويس جدا جدا، هحط معلقة زيت واحدة، ده تكنيك برضو بيبقى لطيف جدا، وأنزل اللحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزل معاها الكرفس، الروزميري والزعتر، البصل والجزر، الفلفل الحصى، اللورة والمستكة، والحبهان. طيب انا حطيت الحاجات قدر الامكان كبيرة عشان ما اجي اصفي بعد كده ما اغلبش. ونقطه مهمه جدا اقولها للبنات اللي لسه بتبدا، لما تكوني هتشيلي اللحمه دي في الثلاجه او في الفريزر لازم لازم تصفي اللحمه لوحدها والشوربه لوحدها وترمي الخضار. لو شلت الشوربه مع الخضار هتبوظ، ولو شلت اللحمه جوه الشوربه هتبوظ، ولو شلتها معاها الخضار هتبوظ. خلاص، الريحة هنا رائعة يا أميرة. ألو، ازيك يا مرمر؟ ازي حضرتك، أخبارك إيه؟ الحمد لله. الحمد لله حبيبتي، أموري. كنت عايزة أعرف عجينة البيت دي. حاضر، عينيا. يلا يا أستاذة هبة، كده أخدت منها تشويحة حلوة جدا، قفلت المسام بتاعتها، نكهتها كويس قوي، وبعدين أبتدي أنزل بقى المية السخنة واسيبها يا جماعه تتسلق سلقه كامله علشان نبتدي بعد كده نعمل السبانخ. طيب هجيب بقى اللحمه كده، والحله دي هتبقى صغيره شويه فصراحه هغيرها، نجيب واحده اكبر شويه عشان نعمل فيها السبانخ. طيب انتوا نزلتوا المقادير بتاعه السبانخ ولا لسه؟ متشكره جدا. طيب
السبانخ بقى مقاديرها مقسومه اتنين، يعني احنا قلنا هي الحقيقه كانت مقسومه تلاته، جزء بتاع السلق بتاع اللحمه، شكرا، وجزء بتاع السبانخ نفسها، وجزء بتاع التقليه بتاعه السبانخ. تمام، فانا هعمل ايه؟ انا خلصت كده الجزئيه بتاعه سلق اللحمه، هجيب بقى اللحمه على نار اهدى شويه، هحط لها الملح بعد ما شوحت واخدت اول غلوه، هديها الملح بتاعها، هقفل الغطا وهسيبها لحد ما تكمل سواها. بعد كده هصفي اللحمه لوحدها، الشوربه لوحدها، والخضار مش عايزينه. تمام، تمام. هنعمل ايه بقى في الحله دي؟ دي الحله اللي هنعمل فيها السبانخ. ده شكل السبانخ، احنا جايبينه عشان البنات يبقوا عارفين شكل السبانخ عامل ازاي اهو. وان شاء الله في حلقه من الحلقات دي يا هبه استاذنك، عايزين نبقى نجيب بقى السبانخ والسلق والكزبره والشبت والبقدونس، عشان بقى ايه نعرفهم يعرفوه ازاي، يعني يفرقوهم من بعض ازاي. دي السبانخ، شكرا. اللي فوق ده اللي هو الجدر قوي، الجدر التخين شويه ده، ده بنعمل منه شوربه، ده نحطه في سلطه يبقى حلو جدا. ما نرميهوش، لكن ما بستخدموش في الايه السبانخ المطبوخ اهو. وانا بفضل دايما اقطع السبانخ بايدي عشان الحديد، وبفضل اقطعها كبير عشان لما تتهري ما تتهريش قوي، لكن طبعا التقطيع زي ما انتوا عايزين. فهعمل ايه؟ هاخد هنا بسم الله الرحمن الرحيم البصل، مع يفضل سمنه بلدي او زبده او زيت، كل واحد حر، بس انا بقول لكم يعني يفضل، معاه كزبره خضراء، في ناس بتحط لها شبت، انا بحط لها كزبره خضراء بس، وده حسب الذوق طبعا وحسب التعود. وهي واخده السبانخ هنا، يبقى بصل، زبده، كزبره، واخد السبانخ هنا. طيب في ناس بتعمل التسبيكه الاول، يعني تعمل الاول تشوح البصل وبعدين تاخد الملح وتقلب، وبعدين تنزل الصلصه وعصير الطماطم، وبعدين تغليهم غلوتين، وبعدين تسقط جواهم السبانخ. برضو طريقه صح مش غلط، انا بحب الطريقه دي اكتر، وبحس ان السبانخ بتاخد طعم احلى كتير لما بتتشوح في الاول مع البصل والكزبره الخضراء والملح بتاعها. يا مريم، يا مريوم، الله على الريحه، مريم يا مريم يا مريوم، انت سامعاني؟ دول كبار شويه، معلش يا مريم كلميني تاني. الريحه هنا يا جماعه خطيره حقيقي، الريحه بتاعت التشويحه دي بتفرق جامد قوي. معلش كان في شويه تحت في الطبق، انا ما شفتش ان هم مش مفرومين كويس، فمعلش كده هنا ايه نفرمهم. هي كده كده اول ما هتخش في الصلصه هتبتدي ايه تصغر، وهتبتدي تقل خالص خالص خالص. في ناس بتحب تفرمها ناعم جدا جدا جدا، عشان اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي ما يقولوليش ايه ده يا اميره السبانخ دي كبيره جدا. في ناس بتحب تفرمها ناعم جدا، تكاد تكون مفرومه زي الخضره كده، او زي حتى ساعات الملوخيه، براحتكم تماما. انا بحب لما اجي اكل الحاجه الاقي لها طعم وشكل وقوام، لكن دي اذواق، براحتكم تماما. طيب عملنا كده، بدأت بصوا قلت ازاي، بصوا الكميه قلت ازاي، قلت النص تقريبا ولسه هتقل اكتر من كده. اعمل ايه بقى بعد ما خدت التشويحه الحلوه دي، او منزل الصلصه، بسم الله الرحمن الرحيم، طالما نزلت الصلصه يبقى على طول معلقه السكر عشان ما ننساهاش، وبعدين اخد الصلصه او عصير الطماطم وانزله هنا. طيب شويه من، بدل ما ازود ميه ازود من الشوربه بتاعه سلق الايه اللحمه، وانزل بقى باللحمه اللي هي اصلا مسلوقه وانزلها كده، وفرمه السبانخ تاني هقول حسب الرغبه، براحتكم تماما. اللي عايز يفرمها ناعم خالص زي الملوخيه والخضره يفرمها براحتكم، انا احب اكل السبانخ كده
باينه بالذات ان هي اصلا بتنزل جامد قوي، فبتبقى لما بتبقى مفرومه بتبقى مش باينه خالص في الصوص. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل التقليه بتاعه السبانخ. هاخد هنا بسم الله الرحمن الرحيم في الطاسه سمنه، ثوم مفروم، كزبره ناشفه مطحونه، كزبره خضراء مفرومه، ملح وفلفل. الله على الريحه. الروايح دي على طول لما الواحد يشمها يفتكر بيت اهله زمان وهو راجع من المدرسه وماما بتطبخ، يعني عارفين الروايح دي اللي بتاعت الحاجات التقليديه اللي احنا متربيين عليها على طول ترجعك كل للاصل قبل ظهور الناجتس والبرجر والحاجات الجديده بتاعت العيال دي. الريحه هنا رائعه. طيب التقليه دي في ناس تحب تحطها اخر حاجه خالص بعد ما السبانخ تستوي واللحمه تستوي وكله. هقول لكم بقى انا سر، انا طبعا سلق اللحمه والسبانخ دي مش هطلعها مهريه ومش هطلعها لونها بني، انا هقدمها وهي لسه فيها خضار وعشان كده مقطعاها كبير. انتوا عايزين تقطعوها صغير اوكي، عايزين تهروها اوكي، عايزين تنزلوا التقليه بتاعتكم في الاخر او في الاول وتدوها طعم معاها اوكي، دي اذواق بقى. انا بحب انزلها تاخد وتدي معاها، وخاصه ان انا مش هطول على السبانخ قوي ومش مقطعاها صغير قوي. يا شاهيناز. ايوه استاذه اميره، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، تسلم ايدك على كل حاجه. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اموري يا شاهيناز. تسلمي حبيبتي. بسال بس القرنبيط اللي هو بيبقى بالكوتنج الخلطه، المقلي، ينفع يدخل الفرن؟ ينفع يدخل الفرن طبعا. يعني ده اعمل له الخلطه واحطه في بيكنج شيت في الفرن وخلاص كده؟ هتعملي ايه بقى؟ هتحطي بيكنج شيت او ورق زبده او سيليكون باد، وبعدين هتنزلي القرنبيط في الخلطه في الباتر، بس هتصفيه كويس، يعني مش زي ما بننزله في الزيت، لا هتنزلي منه الخلطه اكتر شويه، وبعدين هترصيه، وبعدين هتجيبي سبراي يكون فيه زيت نباتي، وترشي عليه رشه، وتدخليه فرن يكون سخن جدا جدا والشوايه تكون شغاله علشان نقفل المسام بسرعه ونخلي الباتر دي تفضل على القرنبيط. الحاجه الاخيره ان الباتر او الخلطه بتاعه القرنبيط خليها تقيله شويه عن القلي علشان ما تنزلش من عليه، لان احنا لما بننزله جوه الزيت بيقفل عليه الخلطه على طول، لكن في الفرن لو هي خفيفه هتلاقيها نزلت من على القرنبيط بس كده. وممكن تعمليه بيض وبقسماط ودقيق برضو بنفس الطريقة وبرضو في الفرن. احنا كده خلصنا السبانخ، وانا بالنسبة لي هي كده خلصت الحقيقة، ما تستغربوش معلش، يعني لازم نعمل شوية تغيير، لكن هي نفس الطريقة ونفس المقادير، هنطول المدة ونصغر السبانخ شوية. النهاردة بقى الغدا سبانخ لكل الناس اللي ما بتحبش السبانخ ومضايقاني، بكرة هعمل لكم قلقاس، طالما ما بتحبوش يبقى الغدا بكرة قلقاس. تعالوا نطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. بصوا بقى عملنا السبانخ، انا بس ايه اهو مش عايزه اغطيها كمان، حطينا الغطا بالغلط في الفاصل. بصوا شوفوا اللون، مش قادرين طبعا تشموا الريحه للاسف، لكن شوفوا اللون عامل ازاي. وهرجع تاني واقول فرمه السبانخ حاجه تخصكم، انا بحب لما اجي اكلها تكون كبيره وقطع وباينه وطعمها باين ولونها باين وشكلها باين. في ناس بتفرمها ناعم جدا مش هتفرق اي حاجه لا في الخطوات ولا في المقادير ولا في اي حاجه خالص، وانا بحب احط لها التقليه من الاول عشان تاخد وتدي في الطعم معاها وتبقى حلوه جدا. هنا اللحمه اللي احنا حطيناها تتسلق زي ما انتم شايفين كده اهو، خليني اوريكم شكلها علشان دي هاخدها في اخر السيجمنت واحمرها بالسمنه البلدي وبالملح والفلفل والحبهان والمستكه وتبقى رائعه. تقدموها مع اي حاجه او تعملوها مع فته او ايا كان اهو، بس هسيبها اديها
فرصتها لاخر السيجمنت خالص. طيب دلوقتي بقى تعالوا نعمل الرز. هبدل ما بين السبانخ وما بين الرز لاني هستخدم من الشوربه. طيب بما اننا برضو تاني بنتعامل النهارده مع البنات اللي لسه بتبدا في المطبخ جديد، فخلونا نقول التفاصيل بتاعه تسويه الرز والتفاصيل بتاعه المقدار بتاع الرز. مقدار الرز المصري لكل كوبايه من الرز كوبايه من السائل السخن. السائل ده يكون ميه، يكون شوربه، يكون نصه ميه ونصه شوربه. طيب لكل كوبايه من الرز بستخدم عليها معلقه صغيره من الملح ممسوحه عشان نظبط المقدار. بستخدم معلقه كبيره من الماده الدهنيه تكون كلها سمنه، كلها زبده، كلها زيت، نصها سمنه ونصها زبده، نصها سمنه ونصها زيت براحتكم. تمام؟ طيب فعندنا هنا الرز المحمر اللي احنا كنا عملناه قبل كده في تحضيرات الاسبوع. بنجيب الرز وبنغسله وبنصفيه وبننشفه تماما، وبعدين نبتدي نحمره في اي ماده دهنيه لحد ما يوصل للون ده، وبشيله في برطمانات في الدولاب علشان لما اجي استخدمه هو ولسان العصفور والشعريه. مقدار الرز، المقدار الرز المحمر قد ايه؟ في ناس بتحب الرز المحمر اكتر من الرز الابيض، او ده قد ده، او الرز المحمر اقل من الرز الابيض. دي حاجه تخصكم بقى، يعني ما فيهاش، دي فيها ذوق يعني، ما فيهاش تحديد. ادي الزبده، ادي الزيت. طيب لو جينا هنا ممكن يا عز تستنى معايا في الحله دي ثانيه واحده. اتفضل حضرتك، حله اختك. بصوا اول ما نزلنا الزبده غيرت لونها، ده اللي كنا بنقوله في اول سيجمنت ان ده علامه ان الزبده حلوه، انها اول ما تنزل تغير اللون. متشكره يا استاذ عز، اتفضل اخرج بره الحله. ميرسي كتير. ادي الزبده والزيت، ادي الرز المحمر، ادي الرز الابيض. طيب كتير جدا جدا بسمع انتقادات عن حكايه ان احنا بننقع الرز او ان احنا بنغسل الرز. طيب خلونا نتكلم شويه عن الموضوع ده. اولا نوع الرز بيفرق جامد جدا، يعني في انواع رز ما اقدرش ما اغسلهاش، ما اقدرش يعني. في ناس بتجيب انواع رز تكون سعرها مهاود شويه، فدي انواع ما ينفعش ما تتغسلش، والحقيقه انها ما ينفعش ما تتنقعش برضو، لان بيكون نوع الرز نفسه اقل في الجوده شويه، ولازم يتغسل كويس جدا ولازم يتنقع علشان ما يحصونش. يعني ايه حصون؟ يعني الاقي حبايه الرز مستويه من بره ونص الرز اكنه حصى كده، اكنه بيقطم، اكنه بيقرش. فمش كل الانواع زي بعضها. في انواع ما بتتغسلش، وفي انواع ما بتتشطفش، وفي انواع ما بتتنقعش. طيب بالنسبه لنقع الرز بالتحديد، عايزه اقول معلومه مهمه جدا، ان احنا برنامج بيخاطب الست المستعجله جدا اللي وراها مليون الف حاجه ومش عايزه تقف في المطبخ كتير. فنقع الرز احيانا بيكون نوع من انواع التكنيك اللي يخلينا نعمل الرز في وقت اقل. فمش صح وغلط قد ما هو كل واحد وظروفه. فمعلش بس انا حبيت ارد على الموضوع ده بما اننا بنعمل رز، يعني عشان ما بحبش ارد على الحاجه كده بدون يعني سبب، بحب يكون ان احنا بنتكلم على الموضوع اصلا. طيب هاخد بقى من الشوربه بما اني عندي شوربه يعني صراحه، فمش عايزه اهدر بقى منها، واسوي بميه. طالما عندي شوربه حلوه هسوي بالشوربه، ما عنديش هسوي بالميه السخنه. شوحت الاول كويس جدا مع الماده الدهنيه عشان اقفل كل المسام عشان الرز ما يعجنش مننا. لكل كوبايه من الرز كوبايه من السائل السخن سواء كان شوربه او ميه، غلوه على نار عاليه جدا بدون غطا. بدا يتشرب هقوم حاطه الغطا ومدياله غلوه على نار عاليه بالغطا، وبعدين هوطي بالغطا واسيبه لحد ما يتشرب ميته تماما. لحد ما اوطي عليه ممكن اضيف ملح، ممكن اضيف ميه، ممكن اقلب. اول بقى ما اوطي عليه واسيبه في حاله يفضل ما اجيش جنبه خالص، علشان نحسب كده الميه تبقى عقله صباع فوق الرز. احط له الملح، وهحط هنا الملح بحذر، مش هحط معلقه كامله لكل كوبايه من الرز لاني انا مستخدمه شوربه فيها اصلا ملح، فهقلل الكميه شويه. يعني انا المفروض احط 3 معالق لانهم 3 كوبايات، حطيت معلقتين بس. يا مريم. الو، السبانخ رائعه. يا مريم. الو، ازيك يا مريم؟
الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويسه. اموري يا مريم، تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اموري يا مريم، انا بطلب من حضرتك بس اعرف طريقه الحواوشي بس بسرعه دلوقتي. عينيا، بسرعه دلوقتي، نزلوا لمريم طريقه الحواوشي بعد اذنكم. يا عيني، السبانخ خلصت، الرز هيتشرب، هنوطي عليه ونغطيه. قبل ما نطلع فاصل هحط حاجة واحدة هنا على النار عشان تاخد وقتها. هحط سكر ومية في لبانة على النار، ليه؟ تحضيرا لسد الحنك. ادي السكر وادي المية، مقدار لمقدار، كوباية السكر عليها كوباية مية، تمام؟ ادي المية اكتر دلوقتي عشان انا هزود السكر. يبقى كوباية مية عليها كوباية سكر على النار علشان تسوية سد الحنك لما نرجع من الفاصل. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طب بصوا، اولا بصي يا استاذ عز، هنا الرز المحمر دخل في التسوية، حوطي عشان ده اخر حاجة هغرفها علشان اديله وقته ان هو يتشرب مظبوط، تمام؟ ادي الرز، السبانخ خلصت وغرفتها، وهتبصوا هتلاقوا مش هتلاقوا الاحجام اللي كانت موجوده، عشان كده انا ما بحبش اصغرها عشان بحس انها بتتهري زياده عن اللزوم، لكن برضو الحجم زي ما انتم عايزين. غرفناها هنا بالصلصه بتاعتها باللحمه بتاعتها، وهتشوفوا على الوش مفيش كميه دهون عاليه قوي لان احنا ما زودناش الدهون فيها زياده عن اللزوم، والحقيقه برضو ما سبكناهاش زياده عن اللزوم. فادي السبانخ والروائح هنا رائعه. تعالوا بقى اقول لكم احنا في الفاصل عملنا ايه. قبل ما نطلع من الفاصل حطينا هنا 4 كوبايات من السكر عليهم 4 كوبايات من الميه، وسبناهم يغلوا اهو لحد ما السكر اختفى تماما من الميه. هنا في الفاصل اخدت الشوربه بتاعه اللحمه وحطيت فيها من لسان من الشعريه اللي كنا محمصينها في الحلقه بتاعه تحضيرات الاسبوع، وحطيت عليهم ملح وفلفل عشان اعمل شوربه بس، ما حطيتش اي حاجه تانية. ميه عشان يعني نزود الكميه شويه، معاها شعريه ومعاها ملح وفلفل ومعاها شوربه بتاعه سلق اللحمه. طيب اللحمه بقى، ما انا ما سبتش الشوربه استخدمتها هنا، اللحمه بقى نفسها هعمل فيها ايه؟ هحط هنا فصين مستكه، وحدايتين حبهان معايا يا استاذ عز، معاهم زبده، وهنزل عليهم اللحمه وهحط لها ملح وفلفل. دي لحمه محمره، تستخدموها مع السبانخ، تستخدموها مع الفته، تستخدموها مع اي نوع من انواع الخضار او الاكل عندكم براحتكم، بس انا عشان سلقنا فقلنا حرام مش هنهدرهم اكيد، نلاقي لهم ايه صرفه. دي هتتحمر وهتتقدم برضو مع الاكل كويس قوي، ما بحط لهاش اي حاجه تانية الصراحه اهو. طيب تعالوا بقى نشوف سد الحنك، ننزل المقادير بتاعته. سد الحنك عباره عن دقيق، سمنه بلدي، ميه ورده او ميه زهر للطعم، الشوربه دي خلاص، مكسرات اذا حبيتوا، سمسم يعتبر اساسي طبعا، اللي ما بيحبوش هو حر يعني ما يحطوش مش مشكله، لكن هو يعتبر من الحاجات الاساسيه. كوبايه سمنه بلدي، ربع كوبايه سمسم، كوبايه سكر لكوبايه ميه، كوبايه دقيق وميه زهر، وبعد كده كل اللي جاي بعد كده اختياري. هعمل ايه؟ سخنت كويس جدا الووك اللي عندي، سخنتها كويس قوي، هحط في جواها ايه؟ سمنه بلدي، بسم الله الرحمن الرحيم، الوك سخنه سخنه يعني اهو، كوبايه سمنه بلدي عليهم كوبايه دقيق ابيض، جواها ربع كوبايه من السمسم. يا استاذ محمود. ايوه محمود، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام. اؤمر يا محمود. عايز طريقه عمل الجمبري مشوي. حاضر، عينيا. اوكي اهو،
الله على اللحمه. يبقى هنا في دقيق، سمنه، سمسم، واقلب. محتاجه شويه دقيق كمان يعني يظهر ان المقدار السمنه كانت ازيد شويه من الدقيق، فمحتاجه شويه دقيق كمان. انتوا هتستخدموا مقدار لمقدار، هو واضح بس ان احنا واحنا بنعاير المعايره ما كانتش مظبوطه قوي. بس كده ظبطت اهي. شكرا للحواوشي معاكم على الهوا. اللحمه خلاص. بصوا بقى هنعمل ايه. فاكرين بقى الميه اللي احنا عملناها بالميه والسكر؟ هقربها هنا. سويت الدقيق كويس جدا، حمصت السمسم، هبتدي اخد من الميه اللي بسكر دي. يا دوبك السكر داب فيها، مش معقدش يعني، ده مش شربات، ده ميه بسكر عشان تفرق كتير. الجمبري معاكم على الهوا، شكرا جزيلا. وابتدي اقلب. يا عيني وجبتي المفضله دي في الشتاء يا جماعه، وبتتعمل في ثواني ومش مكلفه. اخر حاجه بقى بس تقولوا لي امتى وانا حاضره. الميه الزهر اخر حاجه في الاخر، او ميه الورد، او اي منكه انتوا عايزينه. وتخلوا بالكم لان ده سخونيه عاليه جدا، ده ميه درجه حراره عاليه جدا جدا. الناس بتبوظ الخير اللي بتعمله بلسانها. والله هعمل لكم زقعه. حاضر اهو، وانزل تاني وهكذا لحد ما تاخد سكرها مظبوط. نبتدي نغرف بقى لحد ما هي ايه تظبط. طيب هغرف بقى حالا يعني في ثواني كده، واحنا بناخد شهد معانا وبنغرف ونقفل الدنيا دي كلها في ثواني ان شاء الله. يا شهد هنا خلاص. ده شهد. الو، ازيك يا شهد؟ خلاص الحمد لله. كويسه؟ ايوه الحمد لله. مر يا شهد، عايزه تسالي على ايه يا حبيبتي؟ عايزه اسال مامتي طبخت لحمه في الاخر، في الاخر الملح، حطت ملح في اول مره، في الاخر اللحمه باظت خالص. يعني ملحها كتير؟ لا ملعقتين كبار. ايوه يعني دلوقتي اللحمه باظت عشان مملحه ملحها كتير. اوكي حاضر. هتحطوها تاني على النار، هتزودوا لها شويه ميه، وهتحطوا لها بطاطستين متقشرين مش مستويين وتغلوها. البطاطس هتسحب الملح اللي في اللحمه، والميه الزياده هتسحب الملح اللي في الشوربه نفسها. سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله، وهتتصلح ان شاء الله. ادي الشوربه وال سد الحنك، هاخد دول معايا وانا رايحه. واللحمة خلاص. شوفوا سد الحنك ما بيتحطلوش اي حاجة على الوش صراحة، بس انا يعني عشان التصوير، لكن انا في البيت ما بحطلوش حاجة خالص، بحطلو شوية سمسم على الوش وشكرا. هو الحقيقة ما بياخدش غير سمسم، بس انا عشان التصوير يعني ايه قلت خلينا نعمل منظر كده ونحط الحاجة شكلها فخم يعني، لكن هو ما بياخدش غير سمسم. يبقى عملنا سد الحنك، عملنا السبانخ، عملنا اللحمة المحمرة، حاجات أساسية جدا في المطبخ. ومعلش ملوك المطبخ يعني يستسمحونا في الحلقة دي إنها مش حاجة على قد مستواكم، بس هي للبنات اللي لسه بتبدأ جديد. عملنا شوية شوربة بالشعرية باستخدام الشوربة بتاعة سلق اللحمة لأنها بصراحة ما تتفوتش. وعملنا الرز المحمر اللي هنغرفه حالا. بس كده خلاص خلصنا. وصفات سريعه ولذيذه، احنا اشتغلنا مع بعض وخلصنا مع بعض. يعني لو احنا واقفين بنعمل الغدا ده للعيله في البيت هناخد ساعه. احنا اخدنا ساعه الا خمس دقائق بالظبط. في ساعه الا خمس دقائق بالظبط هنعمل غدوه متكامله، شوربه، رز، خضار، لحمه،
ومعاهم كمان طبق الحلو، واكيد كان الوقت يكفي ان احنا نعمل طبق سلطه. فاذا حابين ان انتوا تعملوا طبق سلطه، او الاسرع منها انكم تقطعوا طماطم وتحطوا لها الخلطه اللي احنا بنشيلها في الفريزر دايما، اللي هي الخلطه بتاعه التخليل، عملناها بتهيالي مع بعض قبل كده في حلقه من الحلقات بتاعه تحضير يوم السبت. واذا لا يا هبه بعد اذنك تراجعي، اذا لا نعملها، لان دي انا ما بستغناش عنها في الفريزر، والحقيقه بتسعفني جامد جدا اليوم اللي انا زي كده ما عنديش وقت اعمل سلطه، او حتى ما عنديش مكونات السلطه، بقوم عاملاها بطماطمايه مخلله، بتبقى لطيفه قوي. فبقي شوفي لنا يا هبه لو سمحتي اذا كان عملناها ولا ما عملناهاش، حطيها بقى في التجهيزات اللي احنا محضرينها. وصفات سهله سريعه اساسيه، اصل المطبخ المصري الاصيل. عملنا لحمه محمره، عملنا رز، رزه ورزه او حبه وحبه او رز محمر، كل بيت مصري بيسميه حاجه. وعملنا سد الحنك، عملنا شوربه، شوربه لحمه وشعريه، وعملنا السبانخ اللي باللحمه. بتمنى تكون الحلقه افادت البنات اللي لسه بتبدا جديد. تابعونا يوميا من 4 لـ5، اعاده واحده الساعه 10:30 بالليل. وما تنسوش ان اليوم بتاعنا بكره للنباتيين او الناس الصايمه او الفيجن او الاكل الارديحي اللي من غير لحوم. استنونا.